نحن دايما بنقول لكم كل اللي حابين يبعتوا اي صوره او اي فيديو خاص فيهم تبعتوا لنا اياهم على الواتساب، رقم الواتساب الخاص بعالم صباح حتى نقدر نحن كمان نعرضهم على الهواء وخاصه بعدد من فقراتنا. انما بنعرف انه في كثير ناس بنزلوا فيديوز على يوتيوب، وكمان في ابن عمه او خيه اذا فينا نقول الفيميو اللي بعده لهلا ما اخذ بعد السكسي اللي اخده اليوتيوب، رح تخبرنا عنه هلا بالتفاصيل كاتيا بوقتها. صباح الخير كاتيا. صباح الخير غيدا. ما هيك الفيميو بعده ما اخذ كل هالسكسي، بعده ما عنده هالعدد الكبير صح من الفيورز، بس اكيد فيميو في عنده افانتاجات الناس ما كثير بتعرفها لانه ما كثير بنستعمله، رح احكي عنهم هلا. بس ما حيلي بلش بالاول بالمسابقه، مسابقه رمضان. نحن كل اسبوع عم نحط سؤال على صفحتنا على الفيسبوك على بوقتها، اذا ما عملتوا لايك بعد لصفحه بوقتها شو ناطرين؟ يلا عجلوا بوقتها تي في شو على الفيسبوك، وكل اسبوع عم نحط سؤال. سؤال هالاسبوع هو نحن بحلقه من الحلقات حكينا عن ابلكيشنز بيساعدونا اذا انا ضيعت ماي فون، سو اذا ضيعته بالبيت بالشغل على الطريق في مطرح، اذا كل واحد ضيع تليفونه، يعني مش اذا كاتيا ضيعت تليفونه بس. اكيد اكيد انا عامله كل القصص اللي بتساعدني اني القي ماي فون، اني لاقي ماي فون عفوا. فاذا ضيعت ماي فون شو هن الابلكيشن اللي بيساعدونا ويلي انا حكيت عنهم بوحده من هالحلقات من فقره بوقتها؟ اذا بتعرفوا الجواب فوتوا على صفحه بوقتها وجاوبوا عليه. طبعا صار في لحديت هلا ثلاث اسئله، نحن من بدايه شهر رمضان بلشنا نطرح الاسئله، حكينا مثلا الاسبوع الماضي طرحنا سؤال سموا سبعه سوشيال ميديا كمان حكينا عنهم بفقره بوقتها، وهذا سؤال كثير هين لانه نحن بكل حلقة عم نحكي عن بلاتفورم سوشيال ميديا. طبعا فيكم تحطوا سبعة فيكم تحطوا أكثر. وأول سؤال كمان حطيني على نفس الصفحة هو أيها أكثر، أي أكثر سوشيال ميديا بيستعمل بلبنان، فيسبوك إنستا أو تويتر؟ شو طلع عنا؟ لا ما في أعطي الجواب هلا غيدا، بعد ما أعطيتي ولا جواب، بعد ما أعطيت جواب. أوكي افتكرت أعطيتي شي جواب لأول سؤال، رح نتركهم لآخر الشهر لحتى نعطي مجال للناس اللي بعد ما جاوبوا على الأسئلة اللي قبل يقدروا يفوتوا ويجاوبوا عليهم. بيكون معهم كل شهر رمضان ليفوتوا ويجاوبوا على هالأسئلة، وبنهاية الشهر نحن بنعطي أكيد الأجوبة، والشخص اللي جاوب على كل الأسئلة بشكل صحيح رح يكون معنا رابح، رح يربح هدية بنهاية الشهر الفاضل. يلا ها حضروا حالكم، تشجعوا حضروا حالكم، جاوبوا على كل الأسئلة، ما هم كتير صعبين موجودين. نحن عم ننزل حلقات بوقت على صفحة فيسبوك، بيقدروا الناس يرجعوا يشوفون، بيقدروا يشوفون على أكيد فيوتشر تي في نتورك على الويب سايت تبع الفيوتشر وعلى اليوتيوب كمان كلهم عم ينزلوا. فاذا اليوم مثل ما قلت غيدا رح نحكي عن موضوع فيميو. فيميو منه كثير معروف ولكن كثير بيشبه يوتيوب، فالناس بتسال طيب ليه بدي استعمل فيميو اذا في يوتيوب، واذا الناس اللي موجودين اكثر على يوتيوب اكثر من فيميو، يعني في حضور اكثر، في ناس اكثر، في احتمال اكبر انه الناس تشوف ماي فيديو، فانا ليه بدي اختار فيميو؟ ففي كثير ناس حكيوا عن الاشياء اللي بتميز فيميو، من بينها او اهمها فينا نقول انه هو اكثر بلاتفورم بزنس، يعني الناس يلي اكثر بهمها البزنس فيها تحط فيديوز تبيع على فيميو، بيقدروا يحطوا اشياء اكثر بروفيشنال، كواليتي تبع الكونتينيو والكواليتي تبع الفيديو تكنيك هي افضل شوي، موجهه اكثر للاعمال لانها اكثر بروفيشنال. وحتى بيقدروا على فيميو يعملوا ابجريد يكون برو، يعني بيقدروا يحصلوا على اسباس كثير كبير يحطوا عليه فيديوز، طلعوا فيديوز بحجم كثير كبير، اكيد مثل ما قلت بيقدروا يبيعوا فيديوز فهو اكثر بروفيشنال، كواليتي از جود. في شيء حلو كمان هي البرايفسي، يعني انا على فيميو بقدر اختار مين بيقدر يشوف ماي فيديو مين ما بيقدر يشوفه، بقدر احطه حتى على احط له باسورد، يعني اذا حبيته انه بس حدا كوتش يمكن يشوف ماي فيديو قبل ما احطه للببليك، بقدر اعطيه باسورد واقول له انه بتقدر تفوت عليه بهذا الباسورد، بفوت بيشوفه اوكي بنطلعه على الببليك. فينا نختار مين بيقدر يحط كومنت مين لا اذا بدنا او ما بدنا، مين بيقدر يشوفه جاست ماي فريند، فريند اوف ماي فريندز او الببليك كله، يعني واحد بيحصره اكثر بيصير مزبوط. سو في هالامكانيه، في امكانيه اليو ار ال كمان، يعني فوق بدل ما احط vimeo.com/ يطلع الماي فيديو مع رقم كثير كبير مش معروف، في انا اختار، في اختار مثلا يكون اليو ار ال vimeo.com/ كاتيا ريا، هاليو ار ال في كمان زيده موجوده هيدي الاوبشن. وفي قصه السبورت، يعني فيميو كمان السبورت تبعهم اجمالا بخلال 24 ساعه بيجاوبونا، اذا عندي اي سؤال في الفورم طبعا دائما
موجود نقدر نفوت نطرح اسئلتنا، وفي السبورت تبع فيميو يلي هن اكيد بيقدروا يكونوا موجودين ويجاوبونا على كل هالاسئله. فرح نبلش نفوت على الفيميو ونشوفه. رح نفوت على ماي بيج. انا خلقت فيميو جديد، انا ما كنت كثير كمان فان للفيميو، بس بلشت اكتشفه وصرت شوف انه يمكن اي ممكن يفيد. مثلا انت غيدة فكرت شي مره تخلقي تشانل لإلك وتحطي عليها كل الفيديوز يلي بتطلعي فيهم بقلب هالتشانل، ويصير عندك فانز وهالناس تقدر تفوت وتتابعك وتحطي بقلب هالتشانل مثلا تشانل خاص بعالم الصباح، كل الفيديوز يلي انت فيهم بتجمعيهم بنفس المطرح وبيتظبطوا باي ديت باي يمكن اكثر لايكس اكثر ناس عم بيشوفوهم بيترتبوا. الناس بدهم يعرفوا غيدا شو عم تعمل بيلحقوا على بركي بنحطوا لهم حلقات سينما على فيميو، بنعمل شانل خاصه لحلقات سينما كمان. هيك فكره كثير حلوه. خلص يلا بنشتغلها انا وياكي سوا. اوكي، لكن صار عندنا بروجكت هلا طلع هي شانل للسينما، فالناس اكيد يلي بيتابعوا السينما بيقدروا يلحقوا هيدا الشانل ويتابعوا كل الاخبار العلاقه لما تطلع بعد ما عملناها. اوكي حتى انا تشجعت انه اعمل شانل لبوقتها. وكل هالفيديوز اللي عم بيكونوا موجودين عن بوقتها تكنولوجي اسئله ناس يمكن بهمها تعرف شو بينترست وفيديو بفوتوا بيقدروا يلاقوا هالحلقات. سو بلشت فيها هلا، بلشت تحطي اللينكات تبع كل حلقات بوقتها؟ بلشت امبارح حطيت اول فيديو، واليوم رح طلع كمان فيديو كمان له علاقه بوقتها، الناس بتقدروا من خلال بوقتها يشوفون ويتابعوا كل حلقاتنا. فرح نبلش من الاول نفوت على البروفايل. اكيد اول شيء بنعمله، بس تذكر انه لحتى نفوت على الفيميو بنقدر ننزل الابلكيشن على الفون مثل حيلا ابلكيشن ثاني مثل فيسبوك، او بقدر افتح الويب سايت vimeo.com. هلا شو هي كلمه فيميو؟ خلينا بالاول نشرح. تشبه فيديو. فيديو هي هي فيديو بلس مي. سو ماي فيديوز فيميو. سو هي هيك هالاناغرام يلي جمع انه ماي فيديوز فيميو. هي كمان بيقولوا اناغرام لموفي فيها احرف الموفي، بس هي اكثر جايه من فكره فيديو بلس مي فيميو. وهي بلش بال 2004 بس انطلق بحله جديده واوسع واشمل بال 2007. فما صار له كثير زمان، بس انه صار له فتره موجود وصار في عدد ناس موجودين عليه. فاول شيء لحتى اقدر فوت عليه مثل ما قلنا يا بالابلكيشن يا على الويب سايت، بحط vimeo.com وبعمل ساين اب. ساين اب هو كمان مثل حيلا سوشيال ميديا صرنا معودين بنفوت يا بنعمل بنحط ايميل باسورد يا كونكت تو فيسبوك او تو تويتر او حيلا ابلكيشن ثاني. ففيكم تفوتوا عليه كونكت تو فيسبوك، بتكون اوريدي كونكتد على فيسبوك بيخدها وبنقدر نكون اوريدي جوا وبيقدر يوصلهم ببعض. هلا بنشوف كمان كيف بيوصلهم، كيف بيطلعوا الفيديوز من الفيميو على الفيسبوك بشكل مباشر بلا ما نحن نرجع ننقلهم. فهيدي الاوبشن موجوده بتسهل اكيد بتسهل اكثر، بتسهل مع فيسبوك مع تويتر مع بينترست مع حيلا سوشيال ميديا ثانيه. فلنفوت عليه اذا الامر كثير سهل. اول شيء رح نعمله هو انه بدنا فوت على البروفايل يلي هون موجود الصورة view profile، رح فوت عليها وهون بقدر اكيد انا حط صورة. انا حطيت هيدي الصورة صورتي. في عنا settings رح نبلش نشوف كيف منظبط البروفايل. اكيد انا من هون بقدر غير الصورة، يعني انا عندي upload مكتوب upload، بقدر اخد صورة موجودة already على اللابتوب بعمل لها ابلود، او تيك اذا كنت على الفون بصور حالي مباشرة بتنزليها وبنزلها. اوكي، فبتاخذها هي بتكون البورتري او البروفايل بيكتشر. طبعا في حط بايوغرافي عني، خبر مين انا، خاصة اذا كنت انتربرايز يعني لازم خبر شو عمل الشركة، شو عملي، شو بشتغل. في حط اللوكيشن رح يعطيني اليو ار ال، جندر اي لانجويج. مثلا فينا نقول انه نحن بما انه اوكي ما عندنا كثير شوار خليها انجلش اتسترا. سو انا هون قول هي لغه البزنس يعني اكثر الانجلش. صح هي اكثر شيء معروفه يمكن عالميا الناس بتفوت عليها. اذا هيدا فتنا على البروفايل. في بالاكونت غير الاسم، مثلا انا هون حطيت كاتيا، في زيد مثلا كاتيا ريا او بوقتها. بحط ماي ايميل بدل مع سبيس كاتيا هيك ولا اوكي. الباسورد في غير الباسورد من هون، اذا انا اوريدي خلقت حدا خلق لي وانا بدي غير الباسورد تخلي شيء جديد. وطبعا بالاخر ما ننسى نعمل سيف تشينجز، صحيح. سو هيدي ضروري لحتى ياخذ بعين الاعتبار التغييرات. فيديوز
بالفيديوز هون بفوت على السيتنجز، يعني انا كنت عم بحكي قبل شوي عن البرايفسي تبع الفيميو. بالسيتنجز في اختار كل الفيديوز، يعني انا في عندي سيتنجز للفيديو الواحد، كل فيديو مين بيقدر يشوفه، في عمو سيتنجز لكل البروفايل تبعه ولا لكل الفيديوز مين بيقدر يشوفهم، اني وان اونلي مي اونلي بيبل اي فولو اي تشوز ويز باسورد. سو هيدا بقدر اختاره لكل الفيديوز، مثل ما انه بقدر اختار مين بيقدر يعمل داونلود لماي فيديوز، مين ما بيقدر يعمل داونلود، بيقدر يزيدهم على الكولكشن تبعه لهم. في كمان رح فوت على الابس، كنت عم بحكي قبل شوي عن كيف بوصل اثنين فيميو مع فيسبوك. مثلا هون عندي الفيسبوك بقدر اعمل كونكت مع فيسبوك. سو شو بيصير؟ بيصير كل الصور يلي او الفيديوز اللي بينزلوا على فيميو بيروحوا بشكل مباشر على الفيسبوك، على البيج تبعيتك، على البيج تبعولي، لانه صاروا خلص كونكتد. انت بس وصلتي هلا بفيسبوك اوريدي، دروب بوكس، جوجل؟ انا بعد ما وصلته. لا هون فكرت تحطوا ريكونكت. اوكي انا كنت عامله كونكت، عملت ديسكونكت. اوكي في ارجع اعمل كونكت، في اعمل كونكت مع دروب بوكس، بيطلعوا دغري على دروب بوكس اللي هو كلاود، حكينا عنه كمان بحلقه. صحيح. جوجل بلس، لينكد ان، تامبلر، تويتر، اتسترا، بقدر اوصلهم ببعض. رح ارجع اروح على الهوم. الهوم مثل فيسبوك، يعني اول صفحه بيوصل لي اخبار الناس يلي انا اصحاب معهم، يلي انا الشانلز عملت لهم فولو، الكاتيجوريز يلي انا لحقتهم، كل الاخبار الجديده يلي بتصير بقدر اشوفها على الهوم. مثلا هول الافلام فيها اشوف اللايكس، الابلودز، مثلا انا عامله فولو لفيوتشر تي في، اوكي كل الابلودز الجديد يلي بيطلعوا للفيوتشر تي في رح يبينوا عندي، كل شيء تغييرات، كل شيء شانلز انا لحقتهم او جروبس مثلا شانلز رح يبينوا بهيدي الصفحه، او الجروبس انا عامله فولو لجروبس اسمه سوشيال ميديا، رح يبين عندي شو الفيديوز اللي طلعوهم. هرجع اروح مثلا على الفيوتشر تي في، هيك بنشجع الناس كمان انهم يفوتوا على الشانل على البيج فيوتشر تي في. وهون بدنا ننتبه انه في فيوتشر تي في وفي فيوتشر تي في لبنان، سو لبنان هي اللي عليها الافلام وفي عليها كل المسلسلات، وهلا الناس كثير رح تنبسط لانه رح تشوفوا انه المسلسلات الرمضانيه موجوده، المسلسلات اللي عم تنعرض بخلال شهر رمضان. صح، انا دائما بركز عليها كاتيا، مش مشان شيء بس لانه المسلسلات المعموله بتكون تنعرض بشهر رمضان، منها مسلسلات رمضانيه. مزبوط، منها هي مش مخصصه لشهر رمضان المبارك. صحيح. بس هي بتنعمل 30 حلقه لتنعرض خلال شهر رمضان. صحيح. المبارك. صحيح، ففي كثير مسلسلات حلوين، يعني مثلا انا أكيد. عملت فولو لتشيلو، لايك لفيديو، رح نشوف سوا كيف بنقدر نعمل لايك، كيف نقدر نحطه هون عيون القلب. وهن الاربع مسلسلات كثير حلوين اللي عم ينعرضوا على شاشه المستقبل فعلا، وفي كثير عدد ناس عم بتتابع وعم تحضر هالفيديوز، وهذا الشيء انا لاحظته مع انه على الفيميو ما كثير في كوميونتي كبيره، بس الناس يلي عم بتفوت في عدد كبير، ناس عم تعمل لايك، ناس عم بتشوفهم، بنقدر نعرف هيدا الشيء. فكيف انا بقدر اعمل لايك؟ مثلا انا هلا فتت على الفيديو، في عندي هون الكاف القلب سهله هينه ما رح نضيع لايك، هيدي اهون شيء معودين عليها على كل السوشيال ميديا. بقدر اعمل لايك، بقدر كمان ات واتش ليتر، يعني اذا انا هلا الكونكشن عندي منا كثير قويه او انا هلا ماني فاضيه وهيدا بدي احضره وما بدي ضيعه وما بدي ارجع فوت فتش عليه لحتى الاقيه، بقدر احطه ات واتش ليتر، رح يروح لعندي على مهضوم. وين بيرجع بيلاقيه بعدين؟ رح فوت من عندي وبقدر اشوف الواتش ليترز كل يلي حاطتهم وانا بدي ارجع اشوفهم بلاقيهم عندي. مهضوم، بظبطهم باي ديت باي اوردر الفابيتيك بقدر الاقيهم. في اول كمان شير، مثل حيلا اكيد بلاتفورم ثانيه بحط شير على الفيسبوك، بقدر اخذ ابعتها ايميل، تويتر، اتسترا. سو هيك شفنا، اكيد انا هون كمان عامله فولو، هعمل فولو، هرجع فوت على الفيوتشر. سو انا هيك انا هون كمان اكيد عامله، رح اكبس على فولو، بقدر ابعت مسج، رح ارجع اروح على الهوم عندي. بس احكي بشكل سريع كيف انا بطلع فيديو لانه ما بقى عندي كثير وقت، رح في عندنا هون شيء اسمه ابلود فيديو. بالابلود فيديو انا في من هون تشوز فيديو تو ابلود عن الهوم، من عندي عن الديسكتوب انا اوريدي محضره حلقه من عالم الصباح، كبست عليها بينت في حط اكثر من فيديو، بقول له ابلود سيلكتد فيديوز، اوكي يلي مبينه هون، رح اكبس عليها ورح اتركه يعمل ابلود لحاله لانه رح تاخذ شويه وقت. أوكي. وبس يخلص كمان بياخذ شويه وقت لحتى يظبط
كيف بدها تطلع الببليك اتسترا. اكيد انا من هون في حضر التايتل، في حط ديسكريبشن، حط عن شو بيحكي هذا الفيديو، بقدر حط اللانجوج هون في عندي الاوبشن ارابيك انه الفيديو بالعربي اذا الناس عم يعملوا سيرش على شيء معين. اوكي في حط تاج مثلا هيدي الحلقه كانت عن تريب ادفايزر. اوكي سو الناس بيقدروا يفوتوا وبفتشوا عليها. سو هذا اجن اذا باختصار كان الفيميو. صح، ومثل ما قلتي يعني كاتيا، لانه عالم نوعا ما صحيح من زمان هو طلع، بس بعدنا لهلا لو دغري بنميل على اليوتيوب يمكن نستسهله اكثر، بس مثل ما قلتي واحد فيه يستعمله بكل سهوله وبيستفيد كمان منه مع كل صحيح. مع كل الناس وبيقدر يشاركهم فيه على على الانترنت كمان. صحيح، في كمان فكره الجروبس، مثلا انا في الحق جروب مثل السوشيال ميديا بهمني، بصير يوصلني اخر الاخبار، اخر الفيديوز اللي لها علاقه بهذا الموضوع، طبعا البرايفسي، ففيه كثير اشياء مهضومه مانا معودين عليها بس كمان ممكن تفيد. وبرجع بذكر ما تنسوا تفوتوا على الفيسبوك لحتى تجاوبوا على سؤال المسابقة بشهر رمضان الخاصة بالسيجمنت بوقتها. أكيد، وتابعوهم كلهم ليجاوبوا على الأربع أسئلة خلال هالشهر الفضيل، وبالآخر رح يكون عندهم جايزة مثل ما وعدتيهم. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع المحطات المفصلة مع الشيف فريد ورشة ملح، خليكن معنا.